أكثر من 10 أسئلة يطرحها الزميل أحمد العطواني في تويندو مع لاعب نادي الشرطة خضر علي. مرحبا كابتن. مرحبا بك حبيبي حمود. لو لم تكن لاعبا ماذا كنت؟ لاعب كرة السلة. ما اسم فريقك الشعبي؟ استقلال. مثلك الأعلى بكرة القدم محليا؟ الكابتن حيدر محمود. من هو صاحب الفضل عليك من المدربين؟ جميع المدربين اللي يشرف على تدريبي هم صاحبين فضل علي، بس الكابتن محمد الرزاق. ما هو طموحك في كرة القدم؟ طموحي انه العب منتخب، اوصل للمنتخب والاحتراف خارجيا. اول عقد مالي سويت بي؟ طلعت الاهلي. ما مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على اللاعب؟ تقريبا 90% 95%. من 10 كيف تقيم ثقافة اللاعب العراقي؟ 7/10. من هو أفضل مدافع بالعراق حاليا؟ ما أقدر أقيمه. ماذا تشجع عالميا؟ ريال مدريد. فريق عربي تتمنى تمثيله؟ ماكو. من هو أفضل لاعب حاليا بالعراق؟ والله أكثر من لاعب، يعني تقريبا على عدنان بشار رسم. شكرا جزيلا.